على المخصوص بالكرامة يا الله يا
منه ورحمة فلقا ومر الكون مهجة وجمالا لا إله إلا الله وأنت ربي في الحسن على مدامي قد ترقى في قربه وتقوى وتنام في مجده بل أرانه مبلغ العلم فيه بل شرمك من المزيح الضلالا لا إله إلا الله سيد الخلق خيرهم إجمالا خاتم الرسل ربهم كتبه رفعة في شؤونك وكمالا والحمد لله رب العالمين من صفا عاشت الأرواح عيشا هنيا فغنموا صفوها في ذي الليالي البهية يا لها من ليالي شوق مرها
جرت العين فيها بالعطايا سنيا. والقلوب ارتقت من عجاس عب رقيا وطمأنت على تصحيح سيدي المرسلين
بريا خير داع دعانا للطريق سويا. ومن حضر عندنا يرجع وهو مستفيد. وظلنا لم يزل من ربنا في مزيد، عسى لنا مجلس مع خيار العبيد، نشوف طلعته والحاسد له شو بعيد، خذ بشارة وعدها كرامة بليد. والناس أصناف أحد يعرف وفيهم بليد، والقول لي ما اعترف لصاحبه ما يفيد، هيا اقصدوا باب عطوته عطايا جديد، خطوا مقاصدكم ولازموا للوصيد. ولا تخافون عند الله ماشي بعيد، فذخرنا المصطفى المختار ذخر الوحيد، حبيبنا لي بذكر
زان عند القصيد فعل وقول وسعي ما هو إلا حميد والحمد لله رب العالمين. الذي أهوى دعاني أدعوني فالذي أهوى دعاني وبدا لي مدد 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 يا نديمي وأبدى لي وأبدى لي من البشرى علامة وظهر لي غميضات المعاني وظهر لي غميضات المعاني يقينا مدد 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 يا نديمي يقينا يقينا عندما كشف اللثام سقاني الكأس أفدي من سقاني سقاني الكأس سأفدي من سقاني ألا لله مدد 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 يا نديمي ألا لله ألا لله من تلك المدامة. القيد من بعد امتحاني وفك القيد من بعد امتحاني وأتحفني مدد مدد
مدد مدد مدد مدد يا نديمي وأنت حفني وأنت حفني بأنواع الكرامة هوى قصدي وشاني والله حفل هوى قصدي وشاني على ورع مدد 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 يا نديمي على ورع على ورع وجنبني الملامة مضى في العلم والتقوى زماني مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى مدد 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 يا نديمي وفي الأخرى وفي الأخرى إلى دار المقامة لما أنحداني إلى سفئ مدد 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 يا نديمي إلى سفئ إلى سفئ نجا ما بين راما أجابت له ولم ألوي عناني أجابت له ولم ألوي عناني إلى وش مدد 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 يا نديمي إلى وش إلى وش ولا ملامة وحسبي أنني بالباب حاني وحسبي أنني بالباب حاني مدد 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 يا نديمي على الأعتاب
على الأعتاب إلى يوم القيامة. سلوني فالهوى فني وشاني، سلوني فالهوى فني وشاني، وقد أصبحت مدد 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 يا نديمي، وقد أصبح وقد أصبحت يا خلي غلاما. عسى معهم إلى دار الجنان، عسى معهم إلى دار الجنان، وساقينا مدد 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 يا نديمي، وساقينا وساقينا النبي على الزعامة، عليه الله صلى كل آن، عليه الله صلى كل آن، وآلي مدد 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 يا نديمي، وآله وآلي ما سجع قمر الحمام. وعلى آل سيدنا محمد. يا
يا حادي العيسى الكرز فقس عيسى القليل أسامعك في خبر يشفي الفؤاد العليل لله سلك احكي لي هريت ضبع السحيل حبيب قلبي الذي في حسن ما له مثيل رأته مثل القمر والطف أدعج كحيل محسن خليلي ولا بلحق مثيل خليل يا ليت تليت ليلي في المحبة طويل يا معشر العشق بحر العشق أحمد مهيل هذا نسافر به إلا إن وجدت دليل ولا الهوى حملكم من فوق ظهري ثقيل رثوى لمن حبكم بقول هذا العليل متى متى الملتقى يهلي على عينا يسيل يا للهوى حملكم من فوق ظهري ثقيل رثوى لمن حبكم رقوا لهذا العليل متى متى الملتقى يهلي علينا يسيل هيا الدرك شو علي بالباب دائم نزيل يا مشرف عاكف على اعتابكم ما قدت عنها يميل والفيل صلوا على المختار احسن دليل وآله وصحبه وارحمك عيل يا خير جيل عسى عسى سعفهم من بعد عمر طويل فالله يرحم والحمد لله رب العالمين Whoa!
فخذ بنا في طريق الاتباع طريقة المجتبى أمد مصطفاك يا الله نسير في ضوء هذا كالشعاع في الدار هذه وفي الأخرى هناك يا يا ليلة النور طاب الاجتماع يا وقتنا عود المولى صفا عطاك يا الله صلاة ربي داب الانقطاع صلاة ربي داب الانقطاع مصطفاك يا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله
يا الله يعوضك يا وقت الصفا والفرح، الله يعوضك يا وقت الهنا والشرح. معنى الصفا في المسامر قد مضى والرواح، أوجات فيها الهنا كم قصن فيها صلح. داروا بها من سلاف الأنس كم من كداح، وماطر الجود والأمداد ماطره ساح. منا من الله كم من وزن فيها رجا، حبيبنا قد حضر عطره علينا نفح. يا مرحبا جاتنا من حد فوق المناح، من حوضة القرب لي فيها منح من مداح. حضر بها عنبر العلم لدني جداح، في بحرها كم رأينا من متيم سبح. يا بخت من جاء إلى أعطابها وانطرح، ذا متن ما حد لسر يا جماع شرح، ذا سر ما حد لما في انطاق اللماح، ذا باب من حد لقفلي يا جماعة فتح. إلا الذي في الهوى بالروح ما قد تشاح، يمشي ما للهوى من حيث صرح سراح. عند استوى كل من ذمه ومن له مداح، لو بحدة تمدح ليلك ما اشتبح ما اشتبح. قابض بحبل الرجاء للغير ما قد تطمح، يا حادي العيس سلك ارفق بقلب جراح. من كثرة الحب هو في سويدا طراح، بصف القلب كامن عاد ما قد تصح. من كثرة الحب لي هو في سويدا طراح، بصوب في قلبك من عاد ما قد تصاح. يوعد بوصله وعادوا باللقاء ما سماح، متى بوصله يزول شوشه وانتراح. ونجتمع بي ونمسي في رياض الفراح، والحمد لله رب العالمين. الله يرحم جمعنا بفضله ولا يعملنا بقصد عدله، بركة الهادي ختام رسله أحمد إمام المتقين له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته. لله يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
Leo tutajaribu kwa haraka na kwa ufupi kueleza tariqata Ala Ba'alawi. Tutaeleza hii tariqa imethubutu katika sunna na katika Qur'an, na mengineyo tutaeleza na misingi yake. Mwenyezi Mungu atuambia watu ambao walomwamini Mwenyezi Mungu na wakatenda mema, Mwenyezi Mungu atawapa kitu kinachoitwa wudhi. Wudhi lugha ya Kiarabu maana yake mahaba. Mahaba haya ni mahaba gani? Ya kumpendwa na Mwenyezi Mungu na kumpenda Mwenyezi Mungu. Na katika hadithi ya mtume ambao kidogo ni mrefu, tutakuja kile mwisho ambao tutakuwa tumepata lubul kalam. Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake humuita Jibril, akamwambia mimi nampenda fulani. Imethubutu katika Bukhari na Muslim. Kisha akamwambia waambie malaika Mwenyezi Mungu ampenda fulani. Kisa mwisho huambiwa Jibril, walinganie watu wa mbinguni wote kwa Mwenyezi Mungu ampenda fulani. Kisa huambia walinganie watu wa katika ardhi kwa Mwenyezi Mungu ampenda fulani. Katika Sahihu al-Bukhari, angalia katika neno limozo anda idha ahabba Allahu abda, mutayaona maneno haya. Hapa tumefahamu ya mbu gani? Wali ni mtu alopendwa na Mwenyezi Mungu na alopenda Mwenyezi Mungu. Tumeona katika Qur'ani na katika sunna. Sasa hawa mawali ni watu huwa wamesoma na wamebobea katika kusoma. Wamesoma Qur'ani, wamesoma sunna, na katika kusoma hizo ni hizi zitabu zolosomwa katika Afrika Mashariki, fiqhi, nahu, maani, bayani, badii, kwa jina sufi balagha. Kisa utaona tena na katika zitu inazoitwa tasawuf. Mwanafundi wa Sheikh Ibn Taymiya aitwao Ibn Qayyim al-Jawziya ameandika kitabu akiita Madarijus Sadikin. Mekwenda kuieleza masaa Madarijus Sadikin, mwida ukamwona moja kwa moja uko katika Ihya Ulumuddin ya Imam al-Ghazali. Watu wampendao Mwenyezi Mungu lazima wawe namna hii. Yale mahaba ya Mwenyezi Mungu yakisha kuwashikilia, na mtu aangalie kitabu kinachoitwa Madarijus Salikin, ataona mahaba ya Mwenyezi Mungu humfanya mtu kawa vipi, kawa vipi na kawa vipi. Baada ya kuambia wakati leo kidogo umekwenda, na watu wa tariqa hii wamezoea kusema ma'ala al-ashiq malama. Kwa hivyo napenda kusema namna hii, watu gani walitangaa sana hapa Afrika Mashariki? Uwaiwa wewe na utakutukiwa kuwataya. Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Abu Bakar al-Husayni mwenye masabu. Habib Salih bin Alwi Jamalillah mwenye Sayyid Saleh. Sayyid Ahmar bin Sayyid Abi Bakar bin Smait wa Unguja. Katika hawa wataka kutueleza kitu gani katika watu hawa wachache? Hawa wamesoma kama mwenye mansabu amesomesha. Katika wanafundi wake moya ni Habib Saleh. Tumesikia Sheikh, na yeye huyu amekuwa amesoma kwa watu gani? Baada ya kusoma
kwa wanazuoni wa amu na kukubaliwa kuwa amejua, alikwenda mahali pawili. Wapi? Hadhramut na Hijaz. Maka na Madina na Hadhramut. Hii sasa Habib Ahmad bin Said Abubakar bin Smait naye alifanya nini? Soma kwao. Baada ya kutoka kwao Ngazija, tabaan kwao haswa ni Hadhramut. Baada ya kutoka kwao Ngazija, kaenda akasoma, kaketi Unguja, akasoma Unguja. Kisha miaka amemaliza Hadhramut, miaka amemaliza Hijaz, Maka na Madina na zinginezo. Kisha amekwenda Misri, pande za Syria, kina na kina Bunani amekwenda. Kisha huyu amekwenda mpaka amefika Uturuki. Shekhe, wakati gani? Al-Khilafa al-Uthmaniyya bado haijavundika. Akenda kaonana na mkubwa wa Al-Khilafa al-Uthmaniyya, Abdul Hamid wa pili, si wa kwanza. Silaha zao kubwa, watu wa tarika hizi zitu gani? Tarika hii mtu hakubaliwi mengia katika tarika mpaka awe na shekhe wake. Kisa kiniuliza mwanangu, shekhe wako nani? Wewe hutuniuliza, mahdhari taniuliza. Sawa? Katika hii tarika mtu huu, baada ya kitabu na sunna, huwa na shekhe wake. Na katika tarika hii mtu huwa una nyiradi kumtaja Mwenyezi Mungu na kumtaja Mtume na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika tarika hii zile nyiradi ambao ni adhkar, kuna neno walisema wenyewe, man laysa lahu wirdun fa huwa kirdun. Sikuwa na uradi, si binadamu huyo, na kweli tuhana uradi hata mmoja. Katika tarika hii kuna kufundishwa na kuzoezwa mtu kupenda salihin, na hili nimelieta kwa sababu saa nyingine watu hueleza ndekasikizeni katika samai. Wewe wataka kusikizani katika samai? Utajua mashekhe tu, wewe huteta na mashekhe. Fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Sawa, mashekhe utayawe wako katika Qur'ani, mina nabiyin wa siddiqin wa shuhadai wa salihin. Haya wanangu nikiweleza ni kwamba wasema uvili sikukopa hawajui, huwa hawajapata kupenya penya zaidi kujua. Kujua wewe paka ujue na mtu ule pengine waona wataka kumpinga naye una misingi ya kiaina namna gani. Kutaya salihin ni jambo zuri, kupenda salihin ni watu katika jambo zuri, kuwa maa salihin. Hapana shaka wengi katika nyinyi mmetaja watu saba Mwenyezi Mungu huwafinika katika kivuli chake siku ambacho hakuna kivuli ila kivuli cha Mwenyezi Mungu. Katika hao tuliambiwa nini? Wa rajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi
وافترق عليه. Na watu wawili walopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kanama kupendana yambo Mwenyezi ni nzuri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na ni kubwa. Basikiwa namna hiyo, wewe wapenda watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na wao wameingia kukupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo salihin katika hii Eid ambao watu Uislamu umeweka kufurahi kwa aina hii na hii, ndio waliona katika baada salati al-asri katika mji kama Abu huwa hawana wa mahala pa kwenda hapa na hapa. Katika Rabat ya msikiti wa Riyadha, Habib Saleh akaweka samahi, watu wakenda wakasikiza maneno ya salihin na wakawaona salihin. Katika watu ndokiwaona katika samahi ni Habib al-Aidarus bin Habib Saleh Jamalillahi, ni Sayyid Ali bin Sayyid Ahmad al-Badawi Jamali Leil na ndugu zake, tena kiwa sharifu kitami, kiwa sharifu dini, kiwaona huko. Na wageni walokiwa wametokea mbali wa pale Amu, kina Sheikh Muhammad bin Ali al-Maawi na wengineo na wengineo, na kina Sheikh Muhammad bin Ali na zipokeo zake katika hii hii samai. Siku njine ukiwambia watoe na uambia hinda Sheikh Muhammad bin Ali al-Maawi. Kwa sababu kama hii, tufanye bidii sisi wenyewe kuyayua mambo yetu, tufanye na bidii kuyayua mambo ya watu wengine. Hatututeta, hatututofautiana, tutapendana na tutasikizana na tutaishi pamoja ala hubbin wa wi'am. Wanangu, sikupenda kuwaweka kizungumza mimi sijiangali, mimi huangalia saa. Na wengine wakisawa kitoka wenda ulikoni, wengine wenda ukisauni, wengine wenda uchangamwe, wewe ukitoka wenda uzaku hapa hapa mji wa kale. Sharifu Mhudhari uko mbali, hampuli wa Mbagani. Bagani na Kisauni mwenye mbali sana tafauti. Na ikiwa nilikoni huwa tafauti zaidi. Kuna na ile hamkuli wa nini, kuna na feri wala itakuwa watu kupita wakavushwa. Wanangu, nimependa kuwataia nubzan antarikata ala Baalawi, lakini iko siku na uko munasaba na wakati utakuwa mzuri. Walil hadithi bakia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharifu Mhudhari, nakushukuru kwa nafasi. Habib. Habib. Raddi bil Fatiha. Rabbal qabul bi ya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يشفيهم. نسأل الله رب العالمين يشفينا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يشفينا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يشفينا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يشفينا. اللهم رب الناس اذهب الباس، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا لما. صلى الله على سيدنا محمد.